السلام عليكم. اليوم بدنا نعمل حمص بالطحينية. أول شي عندي أنا كوب من الحمص المسلوق، ملعقتين من الليمون، عصير الليمون، ربع كاس مي، سن ثوم مقطع، 3 ملاعق كبار من الطحينية، وملعقة من اللبن الرايب. هلا بخلطهم على الخلاط وبشوف شو بصير معي. هلا بعد ما خفقته شوي على المولونكس، بضيف ملعقة صغيرة من الملح حسب الرغبة وملعقة زيت زيتون، وبرجع بخفقهم كمان مرة. هلا بعد ما خفقته منيح صار عندي حمص، طبعا طعمه كثير طيب. هلا بدي أزين الصحن وبرجع لكم. طبعا هيك الحمص صار جاهز للأكل. صحتين وعافية.